يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا في حلقه جديده من حلقات برنامجكم البحري الجديد وحلته الاجدد طلعت بحر. هذا دويلني كفو 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 عاش ابو علي. انا جايب خيطي بس للاسف ما استعملناه لان طريقه غير يعني مو متعرفين فيها هني بامريكا. في هالبرنامج راح تعرفون اكثر واكثر، لكن قبل لا نبلش بعطيكم نبذه عن هالبرنامج. هذا عندنا طلعه غريبه جيتر هانتر، صيد التماسيح اللي موجوده في المناطق بفلوريدا. ومن ضمن فقراتنا في طلعه بحر راح تشوفون بورصه السمك. شنو فيها بورصه السمك؟ ولا تنسون طبخاتنا البحرية بأياد كويتية. جايبة شعوم وراح أتبله. شوفوا شوفوا السمك شلون ناشف ما في نقطة ماس. من نفس المكان هذا بالكويت وبرا الكويت راح تكون بداية طلعاتنا للبحر. وعدين طابت وتباركت أوقاتكم يا أخوان بكل خير ومحبة. الحمد لله التقيت معاكم بفقرة جديدة لذيذة زفرة، ها؟ بنتكلم اليوم شوية بشكل عام عن البحر وما أدراك ما البحر. البحر شنو اكتشفوا منه ولا شنو سووا فيه؟ أنت الحين برا عندك علم وتكنولوجيا وكلام، إيش عم تقدر تجيبه من وين؟ وين ما تبي عدل، بس البحر يا محفوظ السلامة والسرور أول شيء لا أهله. قال لك يا محفوظ السلامة والسرور إن اللي يدور ما يضيع، عدل؟ وأنا اليوم بعطيك إياها دوليا وكذلك محليا. الكويت صغيرة يا محفوظ السلامة، وين ما تسأل وين ما تبي وين ما تبي تعرف راح توصل، عدل؟ السمكة والبحر ترى كله نفس الشيء. بمعنى شنو؟ واحنا الحين عندنا القباقب. القباقب من حشرات البحر، يعتبر من حشرات شوفه بكون البحر وبعالم البحر تتخيله ممكن يكون حشره يعني، ومثل ما قالوا هم سموه حشره احنا نسميه قبقب كيفك عاد. زين، هذه النثيه موجوده وين ما تبي من اي بحر، عندك البحر عندك المحيط عندك الخليج، وطبعا البحر اصغر من المحيط، يعني نصعد من البحر وإلى الخليج ومن الخليج وإلى المحيط. عندنا الهامور واللي هو من عائلة الجروبر موجود كذلك بكل بحر، وين ما تشوف صخرة تشوف أسكلة تشوف تراب، كذلك حتى تشوف الطين. الهامور يرعى بكل مكان بالبحر ويقعد بعد بكل مكان بالبحر. ويا حبذا ان كثر ما خربت البحر وكثر ما قطيت بالبحر من سكاريب من خرايب من قشبار راح تشوف الهامور يقعد عندك. البوريه الكويتيه البياحه المهجنه، ليش مهجنه؟ لانها عربيه يعني مو موجوده عندنا دائما، تلاقيط مو صيد دايم، مو مثل الزبيدي كل ما تدش السوق تلاقي زبيدي، هذه ما تلاقيها كل مكان ولا تلاقيها بكل وقت. تندرج من عائلة الميد من عائلة البياح من عائلة الزوري، كلهم قرايب وكلهم أهل بحر كلهم معروفين. الزبيدية محفوظ السلامة بعد غنية عن التعريف ما يحتاج. طبعا الزبيدية الدش بالبحر والدش بالمحيط والدش كذلك بالخليج، ولكن تشرط عليك شرط ألا وهو شنو؟ إنه لازم الماي الحلو ضارب بالماي المالح عشان الزبيدية وعشان الشيمة وكذلك الأسبورة يون، واللي يوافى كان تعرفها يون حق هذا البحر. طبعا خير الله كله موجود. الشعم والنعم اسمتها دولية معروفة بكل مكان، حالها حال الهامور والقبقب، وين ما تروح تلقى منه الأسود تلقى منه الأصفر تلقى منه الأحمر، يتشكل ويتأقلم على الديكور والأرض اللي هو موجود فيها. تقدر تحدق له
تصيده بالخيط، وكذلك تقدر تقطه يعني بالقرقور، يجيب بالقرقور وكذلك بالطاروف. هذا شعم كويتي صيد طاروف زين. وتقدر كذلك بالحضرة، قديم الزمان كان عندنا وايد حضرات، بس الحين الحضرات يعني صاروا ينعدون على الأصابع، ليش الله أعلم أنا ما أدري. زين الربيانة خلاص نهون عن الربيان، نحطه كذي. الربيان كذلك موجود ببحرنا وموجود بكل مكان. احنا عندنا من الربيان عندنا التايجر اللي هو يعني نادر جدا وقليل وغير متعارف عليه وايد، ومعروف بالتايجر معروف فيه من بحر ايران زياده وكذلك من بحر السعوديه زياده. وانا دائما اقول لك وانبه لك ان بالبحر كل شيء جايز، فالتايجر الكويتي كذلك موجود، ولكن انه يعني تلاقيط، وهو يندرج من عائله ام نعيره، يعني تايجر ام نعيره، وكذلك عندنا الام نعيره العاديه، وعندنا الشحاميه، ومن الشحاميه نروح حق الملسه والناعمه باحجامها، الملسه اللي هي صغيره، وكذلك الخشنه الكبيره اللي هي مبينه الشاطره اللي تشوفها بالسله. السوالف عن البحر ما تخلص لو نسولف من هني لعقب باكر. فباذن الله راح التقي معاكم ان شاء الله بحلقه جديده اسقرتيه مرتبه طيبه، وها عدل على كيف كيفك. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين، اليوم متواجدين في سوق السمك عشان نشوف وياكم فقرة بورصة السمك. شنو فيها فقرة بورصة السمك؟ راح تشوفون فيها أهم الأسعار خلال الأسبوع. بورصة السمك يعني السعر عندكم صاعد نازل، تلقاه بداية الأسبوع سعر، نص الأسبوع سعر، آخر الأسبوع سعر. اليوم البسطة اللي تشوفونها قدامنا والسمك المتوفر فيها، عندنا الزبيدي الكويتي أحجام مختلفة، عندنا هني الكيلو الزبيدي الكويتي ب10 والكيلو هني ب11 دينار، عندنا هني الهامور الإيراني وعندنا السبيطي الإيراني، هني الكيلو ب5، الكيلو ب5، المزيزي على 6، عندنا هني الزبيدي الإيراني 7.5. الأسعار مختلفة ومتفاوتة وتختلف يمكن من مكان لثاني، موجود الميد، موجود الربيان، موجودة جميع الأسماك بوفرة بالسوق سواء كانت محلية أو مستوردة. خلونا الحين نطلع معاكم نشوف آراء الناس ومدى رضاهم عن أسعار السوق في هالأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اليوم بسوق السمك توني داخل أنا والله ياي، بس شايف أن الأسعار الحمد لله أنه زينة والسمك متوفر، يعني سواء كان المحلي ولا كان المستورد، وشايف كالحين الحراي بعد ما الإيرانيين هذا راح ينزل وراح ينزل، ونتأمل إحنا أنه هم الأسعار تنزل يعني وتنزل شوي بإذن الله. أول الأسماك متوفرة إن شاء الله، وأسعارها إن شاء الله ماشية، لكن إن شاء الله بعد لما تنزل يكون أحسن من هذا الشيء، وكل شيء إن شاء الله الحمد لله ماشي ومتوفر والحمد لله. السلام عليكم. بالنسبة لأسعار الأسماك اللي موجودة حاليا أنا والله شايفها معتدل، يعني طالبيته يعني معتدل. الميد الأسبوع اللي فات كان تقريبا دينارين، الحين دينار ونص، فيعني أسعار معتدلة. الشعوم على دينارين ونص خذيته، ويعني شايف الأسعار مناسبة الحين بالفترة الحالية. الأسعار الحمد لله كويسة تمام، أسعار ممتازة، والأسماك كلها متوفرة في السوق الحمد لله كل الأنواع، ويلا الحمد لله. يعني احنا جايين نشوف الزبيدي والأمور توفر وأسعاره ممتازة، وإن شاء الله ربنا يسهل حاله ويكون الأمور متيسرة للجميع إن شاء الله. بداية أحب أشكر تلفزيون الكويت على هذه البادرة وتغطيته لسوق السمك والأسعار واستشفاء آراء المواطنين. اللي لاحظته في سوق السمك الربيان نوعا ما لا أسعاره قلت عن السابق. شفنا معاكم مدى رضا الناس المتواجدين اليوم في سوق السمك في فقرتنا، فقرة بورصة السمك. الأسعار متفاوتة مثل ما قلنا لكم، السعر نازل صاعد، وهذا الزبيدي الكويتي لا يطوفكم الأسبوع شيء عجيب، هو ولا السبيطي ولا الهامور، وهذا لكم حطيناه بالميزان. شوفكم على خير الأسبوع الجاي بورصة السمك فقرة جديدة، فما الله.
يعطيكم العافية، رحب بجمهورنا ومشاهدينا الكرام. راح أتكلم اليوم نيابة عن إدارة الإطفاء البحري التابعة لإدارة عامة الإطفاء. بالفترة هذه تكثر في طلعات البحر وخاصة مرتادي الشواطئ من قبل الأهالي، وراح نتكلم اليوم عن أو راح نناقش بعض النصائح خاصة لمرتادي الشواطئ. خلونا نبلش في النصيحة الأولى، معرفة حالة الطقس. طبعا أجهزتنا الحين الذكية ممكن فيها أنك تعرف حالة الطقس قبلها حتى بأسبوع، فأتمنى من الأهالي أن ينقون الوقت المناسب أو الجو المناسب لطلعة البحر أو الشاطئ. النصيحة الثانية، تجهيز الكامل لطلعات الشاطئ، مثلا الحرص على أخذ كميات مناسبة من الماء خاصة للأطفال، لأن بالفترة هذه طبعا ممكن أن طفل يستانس قاعد يسبح بالبحر فينسى أنه عطشان، فأحرص عليه كونك ولي أمر أنك تشربه ماء أساس نتفادى مشكلة الجهاد الحراري أو ضربة الشمس. النصيحة الثالثة، اختيار سترة النجاة الخاصة للأطفال. طبعا سترات النجاة أنواع وأشكال مختلفة. سترة النجاة اللي تكون خاصة للطفل ممكن أنك تعرف من خلال الليبل اللي موجود اللي راح يكون بالوزن أو الفئة العمرية، فأتمنى أن تحرصون خاصة للأطفال اللي مثلا ما يعرف يسبح أو أنه يكون مبتدئ أنك تنقي له سترة نجاة المناسبة للفئة العمرية أو الوزن. نصيحة الرابعة هي اختيار الموقع للسباحة. مو كل الأماكن الشواطئ مخصصة أو مهيئة للسباحة، للأسف إحنا نطلع وايد حوادث ممكن تكون سببها وفيات، والسبب يكون إنه قاعد يسبح مكان غير مخصص للسباحة. ممكن الأماكن هذه يكون فيها تيارات جارفة وممكن إنها تكون خطرة بالأساس، فأتمنى من الأهالي إنهم يختارون مكان مناسب للسباحة. النصيحة الأخيرة أحب أن أقدمها هي تحديد منطقة مناسبة للسباحة. دائما ما نطلع بلاغات يكون فيها بلاغ وارد عن طفل غرقان، ولما نوصل عند موقع الحادث يتضح أن الولد سابح بمنطقة بعيدة عن مكان تواجد الأهل، فدائما أحرص أن تحدد منطقة يسبحون فيها عيالك ويكونون طبعا قدام عينكم. كانت هذه هي النصيحة الأخيرة، أتمنى السلامة للجميع وما أشوفكم. معاكم فريق النواخذة، إن شاء الله اليوم راح ندخل دفار متجهين حق الشعم ولطريقتين في الحداق، الطريقة اللي راح نستخدمها اللي هي سنارة والخيل. مثل ما أنتوا عارفين أن الدفار يحتاج لياقة بدنية عالية، لأن أكثر الأماكن اللي تروح فيها الماية في الكيلوات، فالأرض ما هي أرض عادية مثل ما أنتم شايفين، صخرة وعرة فيها قاس، أحيانا تلاقي فيها صياخ، أحيانا تلاقي فيها تلاقيها طينية. طبعا نقول لكم الأرض وعرة، والسبب السيراميكا، الزجاجة، الصخور اللي فيها حواد، هذه كلها تضر، ولهذا السبب دائما نحث في الحفاظ على البيئة البحرية. دائما هالأمور ما تنقل قدام البحر، احنا نستفيد منه ونسترزق من وراه، فمو الحداق اللي قط هذول. نتمنى من الجميع مثل هالمخلفات كلها تنشال، هذه تضر في البيئة وتضر في الإنسان نفسه. طبعا رايحين شاهين بس تاخر ننطره وبدر هم تاخر، الوقت متاخر يحتاج ننطره، بس المشكله احنا ملتزمين في وقت. اي صح، احنا مو بكيفنا، المايه تحكمنا. احنا الحين المايه قامت تسجي، والمايه مثل ما انتم عارفين سريعه. صح. الحين شنو حمل فبالحمل تصير مايه سريعه غير الفساد. طبعا صيد الحمل افضل من صيد الفساد خصوصا العيال. نعم نعم،
احنا نعتمد هنا حداق اليال طبعا الدفار اللي ندش احنا هي حلوه ومتعبه في نفس الوقت. حلوه انك تاخذ شاور تمام، الجو هذا مثل ما انتم شايفين وايد حار، مثلا تدخل في الماي ولياقه بدنيه بعد راح تتغير الامور مع اللياقه البدنيه، حركه تحس نفسك لا رديت نشاط خلال اسبوع. مو صحيح احسن من نوادي مو زين. شو رايك في الاحجام هنا؟ والله على حسب، بعد على حسب الاوقات، يعني مرات نفس الوقت هذا الحين صيف تصير الاحجام وسط لا باس فيها، لكن اذا برد الجو لا تحصل لك احجام طيبه. تكبر يعني؟ تكبر الاحجام. اي إيه تكبر الاحجام. تمام تمام ايوه. يعني معناته الان الحين اعرف ان الجرات المايه راح نتعامل مع الخيط او السناره بطريقه معينه في جرات المايه. صحيح. يختلف هذا المسافة اللي أنا أقط بعيد أو قريب تختلف بالصيد؟ لا ما تفرق بالنسبة حق طريقتنا إحنا الدفار. ما تفرق قطيت قريب قطيت بعيد ما تفرق. يقال أنا أسمع هي نفسها، أنا أسمع دائما يقال يقول لك كل ما شوية صارت السمكة قطيت الليمة بعيدة أنت تخاف السمكة العودة تجرب. كل ما صارت المسافة بعيدة كل ما صارت السمكة أكبر، الصغيرة تيك بدون تردد، لكن العودة تخاف تهاب ولا ما وصلت إلى هذه المرحلة في المعيشة. أي صحيح صح ممكن هي إن 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 تبعد خيطك يعني شوي عنها. نعم. تحصل أحجام كبيرة. توني واصل مكان طلعتنا دفار إن شاء الله، باخذ أغراضي وأروح للشباب لأني متأخر عليه. زين شلون على الشعم اللي تحبه أنت؟ حجم اللي تحبه؟ أول شيء يعني الشعر لا كان طبخة يعني في يسوونه قلي صح، في يسوونه مطبق صح، والله ليش ساعات أسوي مشوي مشوي العود حق المشوي مشوي ومقلي يكفي إنه من تشوفه في شيء يسمونه مسقوف اللي مفتوح في اللي مسكر المحشي صح، فحجي من تشوف السمكة لما تصير عودة تحملي عينك صح، بس تعرف تأكل صح، ما أخذ لي هالصغار هذا كله شوك صحيح. العيال الحين شايفهم ما ياكلون سمك بسبة هالصغار اللي بسبة الشوك اللي فيها صح، يصير كل ما صارت صغيرة يبين فيها شوك أكثر. أحسن عكس لما تكون حجمها راهي تحصل فيها الحمى كبيرة. بعدين إحنا هواة ناس نستانس نروح نصيد نقض خيطنا صدنا اللهم لك الحمد، ما صدنا الله بيرزقنا بأيام ثانية. السمكة هذه المكان اللي نيله إحنا بنيله بعدين دائما ودائما شنو شو نقول رده يكبر تصيده أكبر تصيده أكبر. مساكم الله بالخير. طبعا احنا ما نتأخر عبث، هذا احنا تجهزنا لبسنا لبسنا بدلتنا وهذه الفلينة داخلها العدة وخيوطنا اللي راح نستخدمها بدفارنا الحين، وإن شاء الله سمكتنا نتوفق فيها والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله شعم إن شاء الله سبيطي نشوف اللي يطلع ويانا والله الرزاق. وصلنا عند الربع ابو عبد الوهاب وابو حسن والحين ان شاء الله نجرب، انهم بلشوا قبلي واصلين قبلي والحين انا جايهم على رشه الماء، الحين وقت الرشه يلا. هلا ابو احمد. هلا والله بالسلامه. شو الاخبار؟ الله يسلمك. حياك حياك. شلونك؟ تاخرت علينا. بلشن بلشن. اي والله لا انت اللي تاخر. طيب الماء انا على الماء على الرشه. اي لا احنا نبي ادنى جزر. انت بيها قبلها بساعه. ايوه ادنى. إيه؟ بس انا تاخرت عليك بس لا تحاسب الحين يبلش. طلع وياكم شيء؟ لا والله لما الحين. اليوم سمكتنا شعم؟ شعم ان شاء الله. يلا الله يوفقنا ان شاء الله. اجمعين. حسن يا هلا يا هلا مساك الله بالخير. شلونك؟ هلا والله. بيني وياك شيء صغار للحين ماكو شيء. صغير مي شوفه ايه مي
حلو. احنا غير العود ما ناخذ. ما ناخذ ها؟ اي نعم. زين الحين الوقت شوف هذا شوفه اريح. امسكها هديه وياك. اي تحسب شوي خير ابو حسن. شوف دخلتي عليك طلعت ان شاء الله شعم. ان شاء الله شعم احنا جايين حق هذا وقته ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. شوف ها وصل. يا سلام على بداية الخير. ها ايوه شو تقول بهالمناسبه؟ هذا الحجم صراحه ارده. هذا الحجم ما نبيه صغير. شوف هذا رده بالجدر ولا رده بحر؟ لا جدر انا ما يمشي. ما يمشي ها؟ شوف طبعا كل ما نصير قريب عند الاغراض مالتنا نحطها داخل. هو يبي له يزه ليزه على صاحبنا. حلو. مثل طلعت كذي لابد يكون فيها تعاون. اعطي يزتك كذا تدري صح تكونون يم بعض خاصه من الدفار. نقدر احنا نطلع بروحنا. ايه؟ بس تطلع بروحك ما لها اي واحد ما لها هوى. انا مثل رفيجك تتعاون ما تدري انت في مكان احتمال دستلك شيء. احنا صورنا بالبدايه واحنا داشين شفت قزاز سيراميك غيره ففي شغلات تاثر وانت تدفن فصار فيني شيء. شنو اسوي؟ على الاقل في وياي صديق يعاوني يعيني اذا صار فيني شيء. تمام. فهم انه يسليني. عدل صاد تطلع بروحك ما تطلع طبيعي في ناس تطلع وهم نعم. تستانسون ويا بعض هم تديرون بالكم على بعض. محبه تصير اكتسب خبره منك وتكتسب مني خبره. هذه الدنيا خاصة بالدفار انت تحتاج لبس معين لازم. يعني اللبس هذا مو حميك حق الريل وهذا. اذا انا ما تعلمت منك وانت ما تعلمت مني ماكو فايده. صاج يلا هذا خيطك. الله يرحمه. توكل على الله. تبي ترد الشعم ولا تاخذ؟ رده هذا يرجع. رده وين بالجدر؟ هذا الرده ما يمدي رده. عندنا, عندنا حمله مسمينها رده يكبر وتصيده اكبر. هذه الثقافه يمكن اللي لازم تكون موجوده عند وايد من الحداقه بان لما تكون عندك سمكه اللي تحتاجها صغيره ردها وبالنهايه هي تكبر وبترجعها. هي سمكه مو بالعدد. انا الحين هذه لو انا اجيب لي 10 حبات اعطيك اياها ما راح اعطيك اياها. اعطيك الشيء اللي انا اخذه يعني اشوفه زين مناسب لي. فمثل هذه بدون لا تتعور ترجع. والحين بوريك شغله بالنسبه للميدار. طبعا رده يكبر وتصيده اكبر. هذا الميدار نوعيته في هذه الاماكن ينفهق ينفتح وترد تعدله. هم عشان ما يخرب البيئه ما يقطع خيوطك ما ياثر. هذول الميادير كلهم تبطل وتسكر. هذا ما ينكسر؟ لا لا نوعية من نوعيات الماستاد القديم. نوعية زينة جودة عالية حتى لونه مموه وصغير. يلا ماشي توكل على الله يا ابو حسن. موفق موفق عبد الوهاب. هلا بين هني بين ويا بس صغير. عبد الوهاب شنو السر السر اللي عندك الخلطة السرية الخلطة السحرية حق الدفار؟ تقصد اليم يعني؟ اليم صيد طريقة. والله شوف اليم يفضل يكون ربيان وتقطعها ربيانة وتقطعها وتملحها تملحها وتخليها يوم كامل بالملح. ملح خشن. ملح خشن. ايه. على اساس انها تصير عرده تصير يابسه ما يطيرها تمسك بسرعه. اي ما يطيرها النويتف بسرعه. وتسقل الميدان. حلو. كيف ما تقدر تسقل الميدان. هذا حق الشعب. هذا حق الشعب. ايه قص. شنو بدنا ندش؟ نرجع يلا. ما قاعد فيه وحنا نرجع ورا. يسحب يشفط اليمة يسحبها منك سحب. ينام بالخيط نوم. شلون سحبه؟ ها
قوية. تشوف تشوف السنارة تميل تنزل في الأرض. هذا هو المطلوب، نبي نشوف منه عاد كم واحد. طبعا رفيجة إن شاء الله. طبعا في هذه الأوقات أنا أحتاج واحد يقضب لي اليزة ونتونس. هي كذي متعة الشعر. احنا ما نبي، يكفينا حبتين ثلاث ونمشي، بس نبي شيء عود يشبع العين قبل الأكل. شوف 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 ما شاء الله لف عليك، يحبك شايف. سوي له خشبة. شوف شوف هذا. طبعا احنا دائما شو نسوي؟ نوادع. ليش؟ لان نحب نستخدم الخيوط اللي تكون جدا ناعمه. الخيط اللي يصير ناعم وايد يونس ويانا بالسحبه، يصير افضل حق الصيد. الصيد السمكه 30 25 28 هالاحلى. الحمد توفقنا اليوم، طلعتنا صدنا رشة الماية وصدنا هم الوقت الحلو. صحيح الحمد لله، واهم شيء اليمعة الحلوة وناستها. وناستها طلع باليمعة الحلوة، ضوب حلو وسوالف وضحك وغشمرة وناس. هذه طلع حلو. جربنا اليوم اكثر من شيء، جربنا سنارة في الكاست اللي هو بالفاح، هم سنارتك حداق العادية، حداق العادية وهني الخيط. زين، شو رايك بالطلع اليوم؟ مزان مع الضيوف الطيبة اكيد راح نستسلم. الله يرحمه. طبعا احنا لما نطلع مع فلان انا اكتسب منه خبرة، اكتسب مني خبرة، هذه كلها بالاخير نطلع بنتيجة حلوة. هذا مضمون الطلعة بالنهاية. مو شرط انه يكون عندي كمية صيد كبيرة، صيد 30-25 الطلعة الحلوة واللمة الحلوة مع الربع هذه تكفي. والحمد لله طلعنا بيدام، بيدام حلو وتونسنا هم، وخذينا لنا شوي ريلاكس مع ابو حسن، اعطانا شوي كم سبحة على كم شوي فري دايم. هي رياضة تعتبر بالعكس الاستفادة الأولى انك غيرت جو، طلعت بالروتين. احيانا عندي اجازة وين اروح اقضيها؟ ما اقدر اصلا، وين اروح؟ مالنا للبحر أكيد، والخير إن شاء الله موجود في البحر. والله الرزاق إن شاء الله طلعتنا الجاية أكثر وأكثر في طلعة بحر. الله يعطيكم العافية.